خوتي انا اللي درت لا فيديو تاع المره اللي فاتت على الفساد في الاداره تاع المطار، وقلت بلي كاين ناس ما همش يخدموا صح، كاين ناس ما همش يخدموا. الفيديو اللي قلته المره اللي فاتت كاع صحيح، وهاي اللي يلجا للعداله والمسؤولين تاع البلاد هاي حاوزوني عطوني اليوم لا ديسيزيون. ها هي خاوتي اللي يلجا للعداله والمسؤولين تاع الجزائر هم حاوزوني لا ديسيزيون. شوفوا هما انا ما صبتش حقي، رحت لجأت كاع للبيبان ما صبتش حقي، ما عطاوليش حقي، ما لا حقي بالك نصيبو عند سيدي ربي. كي نسوي سيدي تهناو يا المسؤولين يا اللي ما صفتونيش يا اللي حاوستوني ورميتولي قشي برا عند الباب تاع المطار تاع الديبارتمون، ما ولي قشي خاوتي، اما لا حقي نصيبو عند ربي.